ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطني. دكتور طلعت، يعني بداية وبعد التحية نتحدث عن حملة إيد واحدة، هذه الحملة الاجتماعية التنموية المتكاملة في تكوينها والتي تشمل العديد من القطاعات لتغطيتها كي تحقق الهدف المرجو منها، وهو تعظيم الاستفادة القصوى للمواطنين الأكثر احتياجا. يعني ما هي مستهدفات هذه الحملة أولا؟ المستهدفات الحملة يعني تستهدف 1,500,000 أسرة مصرية من الأسر الأكثر احتياجا في جميع محافظات مصر، وطبعا بتتم بالشراكه بين التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي مع وزاره التضامن الاجتماعي مع مؤسسه الهلال الاحمر، والهدف منها يعني رفع المعاناه عن جميع المواطنين ودعم الاسر الاكثر احتياجا، دعمهم ماديا نقديا عينيا سواء في صوره خدمات صحيه، مساعدات انسانيه، دعم مادي في كل صور المساعدات يعني المتعارف عليها لدعم تلك الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية في العالم كله والدولة المصرية الكلية. نعم. كل أجهزة. دكتور طلعت. أيوة تفضل. يعني يبدو أن هناك مشكلة ما في الصوت، فإذا أمكن يعني نتجه إلى مكان آخر كي تكون الشبكة أكثر وضوحاً. تفضل يا دكتور. يعني أقول لحاجة محترم جدا يعني التكاتف بين مؤسسات المجتمع المدني وبين وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الأسر الأكثر احتياجا ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة اللي الدولة تمر بيها والعالم كله بيمر بيها. طيب دكتور، يعني نجد هناك تعاون كبير ما بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، وأيضا شراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي. إلى أي مدى هذا التعاون يعزز من ملف الحماية الاجتماعية؟ يعني خلينا أول بس نتفق أن مؤسسة حياة كريمة من الأعضاء المؤسسين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ بداية عهده في مارس 2022، ومؤسسة حياة كريمة في مقدمة المؤسسات والكيانات اللي هي شاركت في تأسيس التحالف الوطني. طبعا بإضافة إلى التعامل مع وزارة التضامن الاجتماعي. نعم. وزارة التضامن الاجتماعي طبقا للقانون طبقا للتكليف الحكومي للوزارة إن هي المسؤولة والمعنية عن في الصورة المختلفة. نعم. مبدأ التحالف الوطني ولائحته النظام الأساسي هي قائمة على مبدأ الشراكة والتعاون بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الشخصيات الاعتبارية الخاصة، الشخصيات الاعتبارية العامة، الحكومة، القطاع الخاص. يمكن فلسفة التحالف الوطني الأمل التنموي أنه لا يعمل منفردا ولكن يعمل من خلال شراكات وتعاون سواء مع الحكومة في يعني وزارات المختلفة أو مع القطاع الخاص أو مع باقي المؤسسات أو الشخصيات الاعتبارية الخاصة أو العامة، وده يمكن فكرة أو فلسفة التحالف الوطني. صحيح، يعني وهذا هو النهج الجديد الذي انتهجته مصر وهي يعني على أعتاب الجمهورية الجديدة، بأن الدولة لا تعمل منفردة ولا بد من تكاتف وتضافر كل جهود مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق مظلة أشمل وأعم تلبي احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا. الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطني، شكرا على هذه المداخلة على شاشة إكسترا نيوز.